إذا ما حضرت جلسة تعاطي وش يكون العقوبة؟ إذا ما حضرت الجلسة المحددة ووصلك رابط وثبت عند القاضي أنك ما حضرت، الآن العقوبة متنوعة. بعض القضاة يأمر بإيقاف خدماته، بعض القضاة يحط يأمر بإدراجه على قائمة القبض. ولذلك أنا أنصحك من خلال مئات القضايا اللي احنا عالجنا لا تخلف عن قضية مخدرات. ليه؟ لأن القاضي لو أصدر أمر عليك بالقبض بأنحاء المملكة يتم القبض عليك، يمكن العقوبة لو حضرت عند الشيخ قال نتيجة ظروف شخصية عندك وبينتها للقاضي وبينت ظروفك، ممكن يحكمك شهر، ممكن يحكمك 6 شهور مع وقف تنفيذ. لكن أحيانا يتم القبض عليك بمنطقة وتاخذ أسبوع أو 10 أيام وانت موقوف، تنتقل من سجن إلى من توقيف إلى توقيف حتى يحولونك للمخدرات، والمخدرات يحضرونك للقاضي مخفور، وبعد كذا يحكمك القاضي. لا تجي يحكمك القاضي ما راح يخفف العقوبة عليك، لأن هذه ظرف برضه من الأمور اللي راح ينظر فيها القاضي، طالما أنك ما حضرت الجلسة واستهترت بحضور الجلسة راح يشدد عليك بالعقوبة.